فعاليات حلوة وجذابة، أحلى الفقرات ضحكة خلابة، فعاليات حلوة وجذابة، أحلى الفقرات ضحكة خلابة. قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم، قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم، عدوا التحية اليوم للمتعة هيا. فعاليات حلوة وجذابة، أحلى الفقرات ضحكة خلابة. قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم، قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم، ردوا التحية اليوم للمتعة هيا. خلونا نشوف وش الجديد في كل مكان. حن قلبي على الفول والتميس البخاري والمطبق ابو البيض والشفوت اليماني، سهلا، والمطبق ابو البيض والشفوت اليماني. حن قلبي على البول والتميس البخاري والمطبق ابو البيض والشفوت اليماني، والمطبق ابو البيض شفوت اليماني. يا شوق عيني على المعصوب البطن منه تطقطق، معصوب بالقشطه مضبوط ولا بنادي المطبق، معصوب بالقشطه مضبوط ولا بنادي. يا شوق عيني على المعصوب البطن منه تطقطق، معصوب بالقشطه مضبوط ولا بنادي المطبق، معصوب بالقشطه مضبوط ولا بنادي. حن 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 قلبي على الفول والتميس البخاري والمطبق ابو البيض الله الله، والمطبق ابو البيض الله. يلي ما عندك قرنقش اسمع نصايح مفيدة، جبنة وزبدة ومربى واكبسها بأحلى عصيدة، جبنة وزبدة ومربى واكبسها بأحلى. يلي ما عندك قرنقش اسمع نصايح مفيدة، جبنة وزبدة ومربى واكبسها بأحلى واكبسها بأحلى واكبسها بأحلى. يا شوق عيني على المعصوب البطن منه تطقطق، معصوب بالقشطة مضبوط ولا بنادي المطبق، معصوب بالقشطة مضبوط ولا بنادي. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا ولا بنادي ولا بنادي ولا بنادي ولا بنادي لا بنادي بسبوزة. يعطيكم العافية. شوف مشاهدينا الكرام، الأعداد الكبيرة اللي تتوافد على هذا المكان يقول إنه تحتاج إلى مهام أمنية وأيضا لمتابعة بعض الحالات، لأن في ملاهي وفي بعض الألعاب الخطيرة. نتعرف عليك. معك عبد العزيز غازي. ونعم ونعم، أنا أشوف ما شاء الله مجموعة من الشباب، أنتم كلكم متطوعين، كم عددكم هنا؟ عددنا 30 متطوع. 30 متطوع؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. بيري ويلي إيش نقول كمان؟ والله يا وليد أنا أقول ما شاء الله تبارك الله، الطاقم منتشر انتشار يعني واضح انه مجدول حلو وشغل مرتب. الحالات اللي باشرتوها تقريبا؟ والله تقريبا هي مجموعه من الحالات اللي هي دوخات، انخفاض ضغط، غيبوبه سكر، يعني اشياء بسيطه اللهم لك الحمد. وسيطرتوا عليها؟ اللهم لك الحمد سيطرنا عليها في نفس الموقع. حلو يا سلام. حلو. كان سيطرتوا على ابراهيم، كان عنده حاله قبل شوي، كان عنده شد عضلي. انا شايفك جاي بالشنطه من بعيد، من وين جاي يا شيخ؟ جايبها من التمركز. التمركز التمركز الميداني. تمركز ميداني يكون في نص المهرجان علشان يكون قريب من جميع الاماكن، ننطلق منه الى الحالات اللي تجينا. الله يوفقكم. ما شاء الله. نقول ايضا يا والله ما شاء الله، انا شايف الشنطه اللي جابها الشيخ. الشنطه هذه وش مكوناتها يا شيخ؟ ايش فيها؟
تحت على ضغط، على سكر، على قياس الأكسجين في الدم، على البلس، على الضمادات، يعني نبضات القلب، على الضمايد، على كلها في هذه الشنطة. نعم. يا سلام، مجهزة بالكامل، يعني مجهزة بالكامل، اللهم لك الحمد، شنطة مجهزة بالكامل للحالات الطارئة. حلو. إذا جت حالات يعني غير ما نقدر نسيطر عليها، ممكن تنقل، تنقل يعني عن طريق فرقة، استدعاء فرقة وننقلها إلى المستشفى، إلى أقرب مستشفى. آخر شيء نبغى نقوله معك، يعني أنتم كلكم متطوعين بصراحة، لما يعني تساهم في يعني استقرار حالة أو تعين أحد، إيش الشعور اللي داخلك؟ والله يعني لما تنقذ حياة شخص، أو مع أن الحمد لله أغلب الحالات تكون حالات بسيطة الحمد لله، وإذا أنها حالات صعبة في نستدعي فرقة من أقرب مركز الهلال الأحمر وينقلونها إذا كانت تستدعي النقل. الشباب يبدو لي أنه جاتهم حالة الآن، فتحركوا مباشرة بالشنطة، إن شاء الله دائما خير، بيض الله وجهكم، ما نأخركم، يعطيكم العافية. شكرا. معانين الله يبارك، موفقين، يعطيك العافية. بري ويلي، ماذا نقول في ختام هذه التغطية؟ والله قبل ما نختم نقول بيض الله وجيهم جميع العاملين، سواء الشرطة والمرور والإسعاف وجميع الجهات المختصة في هذا المكان الرائع المجهز والمتكامل. كل القطاعات الأمنية موجودة وتشتغل بابتسامة حلوة كذا، أنت تشعر أنهم أصدقائك. حنا بنودعكم، لكن دائما قبل الختام نقول صيفنا معنا أحلى. بري شد ويلي هرب. كيف حالك؟ طيب. كيف اللعبة اللي وراك؟ يا أخي نحن زعلانين والله، والله في حاجة مضايقتنا، عارف إيش هي؟ ما أدري والله. لما يلعبون هذه اللعبة يقولون أنتم كبارين. إي والله. بعد وتبي ناخذ معاك الودود تقول احنا ما نلعب؟ بس انا صغير. ها؟ العب معكم؟ تقدر. اقدر؟ والله انت مالك خاتمه، يعني انا اللي اعمل معك لقاء وتلعب هذا. طيب اوريك. هذا اللقاء لا تطلعوه يا جماعه، الا اول لقاء لانه احلى لقاء. بيري. اي ويلي. اي والله صغير، خلنا يلعب هذا، خلنا يلعب. تعالي 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 تعالي. كيف حالك؟ طيبه. نتعرف عليكي؟ ها؟ من انت؟ ليل. ما اسمك؟ ليل. لين، ما شاء الله اسمك حلو يجنن. طيب انا بتحداك التحدي، ممكن لين يبدا باي حرف؟ لام. باللام. جيبي لي 10 اسماء لبنات بحرف اللام. لما. ايش؟ لما. لما حلو، يلا كمان. لمبه. ليلى. لمبه. ليال. ليال حلو، 3 الان، لين ولما وليان، كملي. ليلى. يعني بيري ويلي، انت قاعد تعمل خدمه حلوه، ليش هي ما تاخذ منك؟ ليلى. ليلى، باقي لك 2، يلا. ليلى صغيره. ليلى كبيره. وليلى شيبت، وليلى تزوجت، ونشوفك على خير. ها يا اخي ندف. طيب ونعمل معك لقاء. ندف. طيب والله اتعرف عليك. ونعم. بري ويلي، اكيد حمد عنده انشوده او قصيده. تو قصيده. اي تحزم تحزم خويي تحزم، ننصام ننصام ولا حدام بيسلم، شد حزامك شده علينا والشده، ما عندك من قدي خويا من قده، خويا من قده. ما شاء الله ابداع. صفقه 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 صفقه. منو؟ ولي. ويلي. ويلي. طيب نروح مكان جديد؟ يلا. هنا ما في امل يلعبون، انا عارف. انا عارف. يلا. روح السفينه. من هنا ولا من هنا؟ ولا تحت؟ لا 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 حياكم الله مشاهدينا الكرام، لازلنا مع فعاليات الصيف من هنا من المكان الحلو المليان بالسياح. بيري ويلي، المرة هذه من وين؟ من عمان يا حبيبي. على عمان الدباب اللي فوق بيجنننا شوي، لكن احنا بنرفع اصواتنا. نتعرف عليك ابوي. سيف بن خميس الحارثي. ونعم ونعم. من هنا الى عمان كم كيلو؟
تقريبا 2800 كيلو. جيتوا طيارة ولا بر؟ لا جينا بر، أول جينا من عمان وبتنا في الرياض، وبعد ذلك رحنا إلى مكة المكرمة وجلسنا 5 أيام، ومن مكة المكرمة إلى الطائف ثم الباحة نمنا فيها ومرورا إلى أبها. يا سلام، جزاك الله خير. أجمل المناطق اللي مريت فيها؟ والله نحن مرينا طبعا الرياض بتنا فيها، يا سلام، في المزاحمية، يا سلام، وجينا إلى مكة المكرمة وجلسنا في مكة المكرمة. بس كيف البراد هنا؟ والله هنا الجو بارد. ها نفس صلالة؟ تقريبا نفس صلالة، بس هنا شوية أبرد. صلالة أبرد؟ لا هنا أبرد شوية. هنا أبرد، يا سلام، كويس. احنا فرحانين بوجودك معنا، وكل أهل عمان على رأسنا من فوق، ونحن سعيدين بين إخواننا وربعنا وأهلنا في أبها البهية. يعطيك العافية بيري ولي. شكرا عمان، وإلى لقاء جديد. يلا مشينا. بيري ويلي، معقول نطلع من هالمكان؟ يا انا مش خارج من هذا المكان، وانا قاعد لهم هنا، وانا مستحيل اتحرك من وأنا هنا، وانا بقول كلمه الان ولا بد الكل يردد معايا. ايش هي؟ صيفنا مع اهلنا احلى. فعاليات حلوه وجذابه، واحنا ندور في معرض المعرفه والابداع لقينا هالابطال، هالبطل، هالاموره، ما شاء الله تبارك الله، مشاركين في بعض الفعاليات. خلونا نشوف ايش رايهم، وش شاركوا، وش عجبهم، وش ما عجبهم. ايش ما عجبهم؟ اكيد كل شيء عجبهم. تعرف عليك اموره؟ هيا العنزي. شنو؟ هيا العنزي. هيا اعطي صوتك. ها هيا العنزي. ايه زين ونعم والله. تعال انت، فيك انت خارج الكادر شوي، قرب شوي. ايش اسمك؟ عبد العزيز محمد معيوف. شنو؟ عبد العزيز محمد معيوف. ونعم والله. طيب العنزي ايش اسمك؟ هيا العنزي. ترى انا انسى بسرعه بسرعه انسى. هيا، وش استفدتي من المكان لهذا؟ وش اللي عجبك فيه؟ الاحد. ايش الشيء اللي مره حسيت انه واو؟ الاحد. اي لا، اكثر شيء يعني حسيت انه يعني تمام مره، وتتوقعين انك مره ثانيه بتجين هنا؟ شكرا لك على هذا اللقاء الجميل، وكان لقاء صراحه جدا روعه. يلا يلا. وش اللي عجبك هنا؟ الاحاجي. ولا حاجه؟ الاحاجي. الاحاجي لقصن للغاز اللي قبل شوي اللي حليتها انا كلها، اللي علمتكم اياها. اي إيه؟ شو قاعد تطلعون تنتظرون احل الجواب؟ يعني احل الجواب؟ شلون احل الجواب؟ عبد العزيز، صح اسمك عبد العزيز؟ اي زين، ما نسيتك. شوف شلون، سبحان الله. وانت حلا صح؟ هيا هيا هيا، معليش لاني مشتهي حلا وكذا. طيب عبد العزيز، وش اكثر ركن هنا عجبك؟ كل شيء، ما في شيء. واو واو، كذا كذا تخليني انام هنا اليوم عشان امر على كل الاركان. اكثر شيء عجبك؟ اكثر شيء الالغاز اللي هي اللي ولا حاجه. ايه اسمها ولا حاجه؟ ايه اسمها الاحاجي. الاحاجي، ممتاز. وش اكثر لغز حسيت انك يعني دقرت عنده؟ اعزائي المشاهدين، كلمه دقرت عند احنا اهل الشرقيه يعني وقفت، يعني هنكت، يعني كذا، عشان ما شاء الله تبارك الله. ايوه اخر لغز يعني قال لك، شايفني انا الكتالوج حق هناك، عارف اخر لغز شنو؟ الازرق، القفل الازرق. اوه اللي حروفه كثير. ايه حليته؟ ايه ممتاز جدا. ايش تتوقع انك استفدت من الالغاز هذه؟ انشط عقلي. ممتاز ممتاز. تتوقع انك تجي مره ثانيه هنا؟ اكيد. يعطيك العافيه. تامرني بشيء؟ الله يسلمك. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه يا هيا، صح؟ ايه زين، جبت اسمك صح يعني الحين. زين يعطيك العافيه يا هيا، يعطيك العافيه يا عبد العزيز، ما قصرتوا. يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين، خلونا ننتقل الى ركن ثاني. اعزائي المشاهدين، واحنا نتنقل داخل مركز المعرفه والابداع، مرينا بركن الرسم او فن التشكيل الرقمي، ومعانا الاستاذ محمد شنيفي يعطيه العافيه. ما بسبكم، خلينا نتعرف عليك. الفنان محمد الشنيفي، فنان رقمي. ونعم والله. ممكن تشرح لنا استاذ محمد عن ايش هو التشكيل الرقمي؟
التشكيل الرقمي. خلونا احنا اعرف ان تشكيل الرسم يعني تشكيل فني او شيء زي كذا الرقمي انا بالنسبه لي اول مره اسمع عنه، فودي اني استفيد، ود يعني المشاهدين يستفيدون من هذا الفن. والله الحقيقه الفن الرقمي او الرسم الرقمي هو اداه جديده في الفن التشكيلي، يستخدمها الفنان التشكيلي في رسم اعماله رقميا من خلال القلم الضوئي او ما يسمى بقلم الليزر على شاشة الواكم أو التابلت، بحيث أنه يخرج أعماله رقميا. طبعا هذا يستوجب أنه يكون الشخص الذي يعمل على هذا الجهاز لابد أن يكون ملم بالبرنامج اللي يعمل عليه، وكذلك يكون فنان تشكيلي أو فنان تشكيل رسام تقليدي، بحيث أنه يقوم بتجهيز أعمالها رقميا. وهذا اللي حصل بالنسبة لأعمالي. طبعا قمت بتنفيذ هذا المشروع أو بدأت في هذا المشروع ربما من 2008، والحمد لله يعني هو يقوم على رسم الأعمال الفنية على شاشة الواكم زي ما ذكرت لك، ثم طباعتها على خامات متعددة من ضمنها خامة الكامفس اللي موجودة أمامك الآن. زين نأخذ جولة على اللوح الموجودة عندك هنا وتشرح لنا على بعض اللوح كذا بشكل سريع. يعطيك العافية أستاذ محمد، خلونا نروح ونشوف بعض اللوح عند أستاذ محمد. طبعا اللوحة اللي أمامك الآن هي لوحة من التراث الإسلامي، تحتوي على مجموعة خطوط عربية بشكل تراثي للخط الأندلسي مع خليط من الخط الثلث. في اللوحة الأخرى قمت بعمل كاركتر من الحروف العربية يقوم بصب الذهب في قالب الضاد من خلال أو من عمق قلم البوص. طبعاً أطلقت عليها اسم سابك ذهب. بالنسبة للوحة اللي أمامك الآن مجموعة من الخطاطين العرب على مراكب فضائية على شكل قلم البوص، تتجه للغة العربية طبعاً زي ما يعني تقول لنصرة اللغة العربية في اليوم العالمي. في اللوحة اللي أمامك خطاط عربي يقوم بكتابة خط عربي فيويحكم أبلى وتبلى محاسني، بينما الحروف تتطاير من الورقة وتمسك بقلم البوص من يد الخطاط لتتراقص به على أصابع الخطاط في حالة ذهول من يد الخطاط. نفس الكلام هنا، اللوحة لوحة من التراث الإسلامي تحتوي على خط أندلسي أو بطابع الخط الكوفي مع خليط من الخط الثلث، جميعها أعمال من إنتاجي الخاص. طبعا كثير ما يتحدثون عن الأعمال اللي مثل هذه، تجد بعضهم يتكلم عن أن هناك صور وما شابه ذلك. بطبيعة الحال جميع الأعمال اللي أمامكم هي أعمال نتاج من الصفر لفنان تشكيلي، لا يعني لا يوجد هناك أي خليط مع الصور. هناك فرق بين التصميم وفرق بين الرسم الرقمي. أمامك هنا تجريد الحرف العربي أو حركة القلم العربي على 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 الورق أو على اللوحة الفنية. طبعا من ضمن مجموعة فنية من الأعمال اللي أمامكم، الأعمال اللي أمامكم والله يعطيكم العافية. فعاليات حلوة وجذابة، تبوك تنسيك أمك وأبوك، ما حد ينساهم، لكن المبالغة أحيانا تكون جميلة. يعطيكم العافية. احنا في برنامج فعاليات الصيف، ماضي جميل في قناة المجد مع هذا البرنامج. نجوم كثير خرجوا وانطلقوا من هذا البرنامج، حرصت القناة أنها تكون في تبوك.
لا 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 يما يا جبال الحنان يعطر روح المكان الغضا باقي زمان وانت اغلى من العيوب اي مشتاق الغلاك والغلا قلبي يعطاك اي يما من سواك ولا بد غيرك يمون شفت شفتك تسوى كثير والله اني لك كثير حبك بقلبي كبير وانت اغلى من العيون لا 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 يعني عليك يا رشيد وش هالحركات وش هالخطة وش هالإبداع اليوم يا رشيد ما شاء الله تبارك الله ها شفتوا يا عيني عليك شايفين الحبل اللي جت رشيد وش يبغى يسوي رشيد الله يستر يا رشيد لا يا رشيد رشيد جالس يقفل رشيد جالس يقفل تعالي يا عيني عليك لا يا بكوش لا تخنق رشيد لا تخنق رشيد لا تخنق رشيد شايفين يا جمهور نسمع تحية قوية رشيد يا عيني عليك وش هالحركات والخطة دائما ابو ثنيان يجيب لنا من هالفعاليات الجميلة هالفعاليات الرائعة اليوم بحضور قناة المجد وبحضور المقدم الرائع عبد العزيز عواجي لا 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 متواصلين معكم في القرية المائية الجو يحمس والله يحمس بصراحة أحلى جو أنا خايف لا يغدرون فيني بس هذا من اليوم يقول لي انتبه ورا أقول لازم ندفك إيه بيدفوني ها شو اسمك سعود سعود وانت بدر بدر أخوان عيال عم عيال خالة أصحاب أصحاب ما شاء الله تبارك الله الله يخليكم البعض آمين وياك وين تعرفت عليه إيش وين تعرفت عليه الحارة في القرية في القرية تعرفتوا مين لا والله وأصحاب تلعبون علي يا ما تعرفون طيب. متعرفين من بعض على من أول يعني من أول طيب الله يخليكم البعض قل آمين. آمين. آمين 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 طيب الحين شوف المسبح ورانا والقرية المائية وألعاب وما أدري إيش في تحديات بينكم أي فيه زي تحدي الغوص الشقلبة جوت الموية الشقلبة لا الشقلبة خطيرة ما نبغى الشقلبة جوت الموية وبرضه عندك الزحليق الزحليق سباق ولا وشو سريع بس تزحلق وبعدين تطيح قوية الحبلات يا بكوش طبعا الحبل شايفين وش بيسوي لنا بكوش وش بيسوي لنا اليوم رشيد دائما رشيد بذكر الاطفال انهم ما يسووا هالحركات وهالاشياء الا بعد ما يتعلم ويتمرن شفتوا كيف ربطها مع بعض يا الله وش هالحركات الحلوه يا عيني عليك يا رشيد لا 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 تعال 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 تقول لي ما في احد اسمه شو اسمك ثامر ثامر وانت نيه ما شاء الله تبارك الله طيحوني بس اخوان اكيد اخوان بدون ما تشوفون بدون شيء اخوان صح اي انت اخوه اي هو اخوك انت اخوه ولا هو اخوه بسرعه هو اخوي انت اخوه
يقول هو اخوي وانت تقول هو اخوي. اخوان. اخوان. اي. ما شاء الله ثنيان وثامر. ما شاء الله لبسكم هذا يدل على انكم سباحين. يعني من الاخر سمكة. انت سمكة وش؟ قرش؟ حوت. انتو شو؟ انت شكلك حوت ما شاء الله عليكم. طيب نبغى حركات بهلوانية تسوونها. انا. هو يقول انا. ولك. من احسن. هو ما شاء الله على طول سلاسة قال هو. ليش؟ شكله على راسه شكله لك انت. ما شاء الله، يعني انت حلو انك مثلا تقول اخوي احسن مني في شيء، وانت احسن مني في شيء، صح ولا لا؟ وتنافس حلو، طيب يلا بنشوف الحين من يعني انت شقلب على وراء بس انت بتكفى، انا طالب كنت ابشر راسك ابشر خلاص وانت خلاص انت ابغى انا ما يدخل يلا يمهم ترى والله انا بصراحه اولادك شوفوا كيف لابسين وهيضوني ومسبح وبعدين تقولون لي تسوي بينهم مسابقه يلا 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 وين تشقلبون من وين من هنا مكان سبرينج يلا يلا ما في شيء داخل الكيس شايفين وش اللي يسوي رشيد الحين وش يطلع لنا حمامة 100 هدية حيطلع 100 هدية ما شاء الله تبارك الله وأول هدية ونقول ما شاء الله وش هالحركة شوفون 100 هدية سناتة بيضة واجد خير مقفل على العالم برا با يا با سناتة بيضة طيب وش نشوف وش هدية كمان وش هالحركات وش هالإبداع ما شاء الله تبارك الله شايفين الكيس فاضي وطلعت منه 100 هدية وش هالحركات اليوم وش هالإبداع لا علينا عليك موقع المنشد يقدم فعاليات حلوة جذابة الله 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 فعاليات حلوة جذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة فعاليات حلوة جذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم اليوم حيوا ويانا اليوم عدنا التحية اليوم للمتعة هيا فعاليات حلوة وجذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم عدنا التحية اليوم للمتعة هيا خلونا نشوف وش هو الجديد